السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحلقة جديدة مع طمورة، ويلا بينا نكمل لعبة سكيري ريبور يا جماعة. هنلعب الحرامية في بيتنا يا شباب، واحنا اخر مرة عدينا اول شابتر 1 يا شباب. هنكمل مع بعض ونشوف هنعمل ايه في شابتر 2. عدينا حاجات كتير، لا شابتر احنا عدينا كل ده يا شباب، كل ده عديناه، وهتلاقوه على قناتنا لو متابعيني هتتفرجوا عليهم كلهم يا شباب، احلى المغامرات. ويلا بينا نخش على لعبة الصحراء ديت، وهنشوف ازاي هنبوظ عليهم السحر بتاعهم والرعب بتاعهم يا شباب في القارورة اللي لقوها في القبو عندنا. تعالوا بينا، يلا يا شباب يلا بينا نخش هنشوف هنبوظ السحر ازاي عليهم، وينقلب السحر على الساحر يا شباب. ويلا اهو زي ما انتوا شايفين هما دلوقتي بيقولوا الهبرة كدبرة، والقارورة معاهم بايظة مش شغالة، احنا هنشغلها لهم بقى وهم ونصيبهم. ويلا بينا. ويلا يا شباب اول حاجة هنعملها ايه؟ انا مش عارف، هنخش المكان الجميل بتاعنا البارك يا شباب. اكيد حاطين لنا في حاجات كتيرة هنا، في هنا حاجة في مقص جميل، يبقى هنقص الزرع يا شباب. تعالوا نقص الزرع ده، ما بيتقصش. طيب نقص الزرع ده يا شباب، نقص ده، هو بيقول لي قص ده فعلا. ها في حاجات حلوة مستخبية ورا منه، الوان. يبقى احنا هناخد لون ونلون بيه القارورة الحلوة اللي هم كانوا بيلعبوا فيها، ونحط لهم حاجة نبوظ عليهم السحر يا شباب. كده ظهرت، يلا بينا نخش يا شباب على فوق 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 لستر فوق، لما هنشوفني. ودخلنا على طول على المطبخ، اكيد المطبخ بيشيلوا فيك. شافني ابن اللذيذ ده ومسكني، لا 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 مسكني. اجري يا تمور، اجري يا تمور، اجري يا تمور بسرعه بسرعه بسرعه. ما هو احنا يا شباب لازم نط يا تمور نط، احنا عايزين نخش المطبخ ليه؟ ما هي مامي بتشيل القاروره ديت، عشان اكيد بتشيلها في المطبخ يا شباب. اكيد بتشيلها في المطبخ. قول لي ليه بتشيلها في المطبخ بقى؟ عشان اقول لك ان مامي اكيد بتحط فيها بقى المخللات والحاجات والمحتاجات وكده. ده قافلين كل الشبابيك بالخشب زي ما انتوا شايفين يا شباب. وتعالوا هنشوف هنخش منين، انا مش عارف، كل البيبان متقفله. يبقى احنا كده ما قدامناش غير البرك هنخش منه، ويلا بينا. مفيش يا جماعة شباك مفتوح نهائي. في شباك اهو، دي حاجة كويسة. في زيت امورة قفلنا تاني، في باب هنا. يلا يا شباب دخلنا 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 جوه يا شباب. يا رب ما الاقي حد في وشي بقى. يلا يا شباب، بس احنا عرفنا احنا اهو. يلا اهو المطبخ اهو، يا رب ما الاقي حد هنا. يلا شباب، شافني شافني شافني. يلا تمورة بسرعة 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 بسرعة. الحمد لله كان هيمسكني. يا بطاقية ده رهيبة يا شباب والله، أنا مش عارف أعمل معاه إيه. يا رب يخرج بقى. يلا يا شباب ننط تاني. يلا تمورة يلا يلا يلا، انا مش عارف ادخل. يلا دخلنا، ربنا يستر وما لوش في وشي تاني يا شباب. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اخش المطبخ اجيب القاروره بتاعه المخلل. يلا يا شباب يلا يا شباب. يا ابن اللذيذه، راح فين؟ يا رب يكون خرج، يا رب يكون خرج يا شباب. مش عارف بياكل هنا ولا شافني برضو. يلا يا تمور اهرب.
يا نهار ابيض، ده ايه ده؟ ده انا كل ما اجي اخش عند القارورة يا ابن اللذيذة، طب في عندكم هنا في الأوضة دي تتاكل؟ بس انا جعان عايز اخش المطبخ. يلا يا شباب تعالوا نشوف هنعمل ايه. ايوه ها ده هو هناك. طب يلا 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 يا رب يخرج بقى، اخرج بقى يا ليستر انت وبطاقية. يلا بطاقية يا شباب، بسرعة 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 بسرعة. تعالوا يا رب يكون مشي بقى، يا رب يكون مشي. يلا 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 إلى المطبخ بسرعة. ليستر فوش، ليستر هادي شوية. يلا دلوقتي هو بيقول لي هنشوف هتعمل ايه، بس انا معيش نجوم. انا هخش دلوقتي يا رب يكون ليستر خرج ولا بيحضر ايه، بيعمل شاي ده ولا ايه؟ وهكون ليستر هنا. ليستر ايوه ايوه يلا ناخدها بسرعة ونهرب، عايزين نطلع فوق في الدور التاني. قولوا لي ليه، اكيد هنعمل نملة ده حاجة ولا اقول لكم اقفل تاني بسرعة. الله الله الله، مطرح ما جينا مطرح ما جينا بسرعة. احنا المفروض نملاها بقى، بس هنملاها ايه؟ المفروض هنملاها دلوقتي يا شباب، بس هنملاها ايه يا ترى؟ انا مش عارف. يلا يا شباب يلا يا شباب. ايه ده، الطاقة باظت ولا ايه؟ خلصت من عندي مش عارف. يلا 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 يلا. ايه ده، الطاقة باظت خلصت ولا ايه؟ ما انا عندي طاقة يا شباب. قوم اقف. ايوه كده يلا يلا يلا. انا قفلته نور ابيض. عايزين نطلع الدور التاني يا شباب، ده هما في الدور التاني شكلهم شويه سامعين في غرفه الموسيقى. يلا يا شباب نطلع الدور التاني. يا ترى ليستر فين؟ انا خايف لحد يفاجئني والله. نطلع الدور التاني ليه؟ احنا عايزين نملة دي، نملاها ايه، ميه ولا نملاها ايه؟ انا مش عارف. تعالى يا شباب شوف نملاها ايه وهنعمل فيها ايه. يلا ما هو لازم نملاها حاجه عشان تخضهم خوفهم. تعالوا يا شباب، هادي الترامبولين اللي بلعب عليها وقت البريك والاجازة. يلا يا شباب فين؟ انا مش عارف مش عارف املا ايه، املاها ايه يا شباب؟ زي ما انتوا شايفين دلوقتي انا مش عارف املا ايه. هشوف دلوقتي انا. يلا 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 يا شباب، يلا 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 هنعمل ايه دلوقتي يا شباب؟ ايوه ايه، ما عندكوش بلح طيب هنا؟ ايه ده، ده في نحله. ايه نحله؟ يبقى نحط لهم النحله عشان يخوفهم. تعالوا تعالوا سيب ده كده فعلا. يلا يا نحل انزل بقى. طب ينزل ازاي النحل؟ عايز بندقيه او حاجه. تعالوا، انا فاكر يا شباب في اوضه الالعاب بتاعتنا فوق تقريبا كان فيها حاجه زي كده. شافني شافني لسه شافني لسه شافني. اجري 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 يا تمورة، هنطلع الدور التاني يمكن نلاقي فيها حاجة كده ولا كده مستخبية في غرفة الألعاب. يلا يا شباب ولا هنا وهيكون مستر هنا غرفة الألعاب بتاعتي كده. ايه وانا صغير كنت بلعب فيها، ودي الغرفة اللي فيها الحمام فاكرين في المقالب اللي فاتت. تعالى يلا يلا خش الغرفة دي يمكن نلاقي بندقية ولا حاجة. هيكون ليستر في وشي يحب ولا العاب ويلعب. مش حاجة هنا، مش حاجة، مش غير تراب. انا نخرج تاني. ايه ده، في شاكوش. ها ها نبلة، انها النبلة. يلا بينا بسرعة بسرعة بسرعة. ايه دي على السرير هنا. ها يلا بسرعة 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 يا شباب، خدنا النبلة. يلا بينا نوقع ايه، نوقع النحل وناخده نحطه في المكان اللي هما بيعملوا فيه المقلب اللي بيعملوا فيه السحر ولا ايه يا شباب؟ يلا 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 مقلب مقلب ايه؟ يلا 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 بسرعة بسرعة ناخد القارورة اللي فيها النحلة يا شباب ونعمل فيها يبقى أحلى مقلب يا شباب، ونخضهم بالنحل وهم بيعملوا السحر بتاعهم الرهيب. يا ترى النحلة دي هتنفع؟ مش عارف انا عارف يا شباب عارف. فعلا اهو
اديله. وفعلا نجحنا. الله عليك الله عليك يا حبيب والديك. يلا يا حبيبي الى البدروم، ربنا لو مش في وشي بقى. بس اخش البدروم ازاي؟ انا مش عارف. يا هم ولاد لذينه، انا مش شايفهم يا شباب. انا بلعب والله العظيم، عمياني كده مش شايف. ربنا يستر. انا فوق الى البدروم. البدروم يا شباب، الى البدروم. ليه البدروم؟ اللي هم عاملين فيه سحر مهول. فعلا اهو. اما ايه ده بيسيحوا الاطفال الصغيرين؟ ده طلعوا شريرين جدا. حط القاروره. الله عليك بسرعه تمر. ران يا تمر. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض يا شباب. ده كانوا مستخبي اللي في حته بره واقفين لي على الباب. يا نهار، يا خبر. كنت خلاص خلصت والله ونجحت يا شباب. يلا نجرب تاني، مش هيأس، ولازم اعمل فيهم المقلب ده. احنا خلاص عرفنا كل حاجه فين، مش حاسبهم. تعالوا لي. ماشي يا عم المهراج، انت والساحر الباتشينو اللي معاك انت. تمام، يلا تاني. بسرعة. يا ابن اللذيذة، شفت كان واقف لي فين يا شباب؟ يلا. أنا عرفت خلاص، عرفت كل حاجة. ده كنت خلاص رن دي، يعني خلاص كنت خلاص خلصت يا جماعة. يلا تاني. بسرعة. إلى المطبخ. المطبخ. هتكون حد واقف هنا مستر اهو. بسرعة، مش هخليك تمسكني. يجري ورايا. بصوا يا جماعة، يجري، مش عايز يجري، يجري مش سايبني. صعبة جدا. اهو شايفيني. ايش على فرح فين؟ لا غنغيني يا ايتها البلورة المسحورة. طيب المرة دي احنا خلاص عرفنا وهنحاول تاني يا شباب. يلا تاني. معلش. يلا ناخد المقص، ناخد اللون الجميل نص، ناخد اللون الحلو واللذيذ. يلا بينا الى المطبخ يا شباب. ماشي بار خالص. خلاص ويلا بينا يا شباب نشوف. المفروض دلوقتي احنا رايحين على المطبخ، وربنا يستر ما نقابلش حد في وشنا. في حد هنا؟ مفيش. كان هيشوفني ليستر، كان فوق يا شباب. يلا بسرعه، ده بيشربوا ميه. ده بقى على فكره ابو طاقيه في المطبخ وانا رايح له كده، وربنا يستر. اهو شفتوا يا شباب، شفتوا مش انا بقول لكم ليستر؟ مش انا بقول لكم هو لسه بطاقية في المطبخ؟ مستر يا شباب خدت بالكم؟ ده انا لقيته بيشرب ميه في المطبخ. افتح الاقيه في وشي. يا ترى هو راح فين؟ حد شايفه؟ شوف القارورة بسرعة. يلا بينا نحاول نخرج يا شباب.
يلا 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 نخرج بسرعة يا شباب عشان نروح نشوف النبلة في الدور الثاني. يلا يا شباب نشوف هنعمل ايه. ويلا يلا 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 نخرج من هنا. تعالوا نخرج من هنا يا شباب. الدور الثاني بسرعة بسرعة. الدور الثاني الدور الثاني بسرعة يا شباب. فين منين مش عارف. بسرعة الدور الثاني يلا عشان ناخد النبلة. قربنا يا شباب قربنا. لا 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 الدور الثاني بسرعة يا شباب. رب ما نلاقي حد بقى في وشنا. هي بوس ماي فيفرت اكسرسايز. النبلة 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 كنا عارفين مكانها طبعا. يلا 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 بسرعة ننزل 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 ننزل. انزل تاني بسرعة يا تمورة. الله ينور عليك يا تمورة. الله عليك يا تمورة. يلا بينا بسرعة كده الوقت هيضيع في الجري. كده الوقت هيضيع في الجري يا شباب. وربنا يستر والباور يكمل معانا. احنا هنروح ناخد القارورة من الشجرة. ناخد النحل النحل من الشجرة يا شباب. وبعد ما ناخد النحل المفروض احنا هنخش على البدر. مين الذين شافني؟ شوفني ليه؟ خايف اكون شافني والله. اهو استر اهو استر اهو يا جاي. طب بينا نهرب ونستر. شافني تيجي يا تمورة. خبر ابيض. شفتوا يا جماعة اهو الاستر جاي اهو اهو الاستر جاي يا شباب. وزي ما انتوا شايفين يا خبر ابيض كان هيمسكني. كويس انا خدت بالي والله. فاضل حاجتين يا شباب. المفروض هناخد النحل وهنخش البدروم علشان نعمل ايه؟ نبوظ عليهم السحر بتاعهم يا شباب ونبدل القارورة اللي احنا لوناها باللون الازرق. يلا يا الاستر بقى ورنيها شهامتك بقى. وانت عندك التاني انت وابو طية. ما فاضل يا اخي مش عارف يا جماعه والله ينفع اكمل ولا لا. خلاص فاضل كده شرطتين وليستر جاي لي كمان اهو زي ما انتم شايفين. ده ماشي ناحيه النحل. ايه ده حد قايله ان انا رايح هناك ولا ايه؟ حد مبلغه وايه اهو شافني تاني ابن اللذيذه. ويلا تعالى يا ليستر اخرج بره. يبقى احنا كده مضطرين ان احنا نقف هنا شويه لغايه ما يطلع فوق. يلا بقى يا ليستر. طيب نستناك هنا يا ليستر. هديك بالنبلة هديك بالنبلة والله والله هديك بالنبلة يا ليستر. ماشي 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 براحتك براحتك. انا عايزك تطلع فوق بقى. خليك جدع. انت كنت طول الجيم بتتغابى جاي دلوقتي وتتذاكى يا ابن العزيزة. رايح برضه يا شباب واخدين بالكم رايح ناحية ال انا اختفى. بس رايح ناحية النحل برضه. يا ابني الايه يا لذينة يا ابني الايه. يا ترى التاني فين؟ التاني فوق. هعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارف برضه رايح ناحية النحل. بصوا بصوا رايح ناحية النحل. انا عايز النحل اهم حاجة وبعد كده انزل البدروم يا جماعة. يبقى خلصنا الجيم. يلا تاني تاني تاني. اه جاي رجع ده رجع ده رجع لي. مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة يا شباب. بس يا رب يخش جوه بس يسمع الكلام. لما نشوف يا شباب هنعمل ايه دلوقتي. دخل جوه ليستر. يا عم امشي بقى. دخل دخل اهو. الله عليك ميرسي يا ليستر. انت بصراحة خنقتني بس يلا مش مشكلة. نيجي من هنا ونضرب النحل يا شباب عشان الاول. لا القارورة القارورة يا شباب. ايوه زي المرة اللي فاتت بالظبط. اديني ايوه النبلة ايه النبلة مش عايز شغالة ولا ايه؟ ثواني يا شباب
قديش جاي. طيب نرمي النبلة هنا وناخدها تاني. يا النبلة بايظة ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ اهو ايوه برافو تعبتيني يا نبلة. يلا معانا وبينا يا شباب هنخش البدروم. نخش البدروم منين؟ اقرب حتة انا مش عارفها بصراحة. هنخش من هنا. هو لسه طلع فوق. برافو برافو برافو. يلا يلا عشان تعرف من هنا اقرب حتة للبدروم عشان الباور يساعدنا ويسعفنا يا شباب. يا رب ما نلاقي حد بقى يكون حاطين تراب. صوت المروحة عايز يخرج. ينفع نخش من هنا يا شباب؟ طب بينا 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 نخش من البدروم من الجراج وعلينا ما نقابلش حد في وشنا وفاضل تكة وخلاص هنموت. يا نهار ابيض. يلا بسرعة بسرعة. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب نكمل على خير. يا رب يا رب مش هينفع نطلع بره كده يا جماعه. اديني شرطه كمان نرسيه. يلا 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 بسرعه 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 يا تموره. الله ينور يا تموره. يا شباب نحط الكاروره ونطلع بسرعه بسرعه. اوكي يلا يا شباب يلا 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 يلا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بسرعه بسرعه بسرعه. الله ينور. ونجحنا يا شباب. نجحنا نجحنا نجحنا. يا حلاوتك يا مستر وانت مقضية مع النحل. وزي ما انتوا شايفين وقطعناهم يا شباب وبادلنا ونستمتع سوا. ولو الفيديو عجبك ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب. ومع تمورة نشوف كل جديد. سلام.